بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد القادات وقائد السادات محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم صل على النبي محمد واجعله شافعا لنا يوم غد. أما بعد، فضل الله ومنه وكرمه ما زلنا نواصل هذه المحاضرات الطيبة الماتعة النافعة، وما زلنا مع دورة شرح الشاطبية برعاية الدرر الحسان في القراءات العشر للقرآن، مراجعة سريعة لما سبق. أخذنا عن إيش احنا تحدثنا المرة اللي فاتت؟ رموز القراء الكلمية، تمام. لو قلنا صحبة راح يكون حمزة والكسائي وشعبة، قلنا حمزة شعبة صحبة، طيب صحاب مع حفص، حمزة والكسائي وحفص، عم مين هم؟ عمة نافع وابن عامر. إذن عمة مين؟ قلنا نافع وابن عامر. غيرهم القراء سمع، قلنا أول ثلاثة، تمام. غيرهم خلينا نأخذ عمة، هي عمة أخذناها، سمع، بعد سمع مين بيجي؟ حق. مين هم؟ ابن كثير وأبو عمر البصري. قلنا حق الابن على الأبو لأنه أبو عمر يقال أنه هو كمان شيخ أبو ابن كثير. نفر ابن كثير وأبو عمر وابن عامر. حرمي نافع وابن كثير. قلنا البعض قال إنه مش أهل الحرم، مش يعني مش نسبة إلى الحرم، وإنما يعني نقول مثلا رمز تعرف على الإمام الشاطبي، لكن البعض قال لا، يعني ما أجى ذكرهم الحرم إلا لعلة، وهي علة إنهم كانوا في الحرم. حصن قلنا أول واحد وآخر ثلاثة اللي بحصنوا على تمام. أيضا تحدثنا عن وجود الكلمة القرآنية مع الرمز الحرفي ومحلها، قلنا بعد الكلمة أو بعد الكلمة القرآنية في الرمز الحرفي فقط بيأتي، تأتي فقط بعد الكلمة فقط. طيب لا يشترط المكان، قلنا إما في الكلمة أو في الكلمة مع الحرفي، وأخذنا على إذا كان الرمز الكلمي سابق أو الرمز الكلمي لاحق أو الكلمي بين. ثم انتقلنا إلى الأضداد وهي يعني الأمر المهم، قلنا وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاحم بالذكاء لتفضله. قلنا مش بالضرورة أن يأتي بشيء وضده، هو يكفي أن يأتي بشيء واحد وأنت تفهم الضد. ثم أيضا تحدثنا عن الأضداد أنها تنقسم إلى قسمين، القسم الأول هو ضد العقلي، ضد عقل بمعنى إيش؟ أنه عاقل مفهوم، لما تقول عكس الإثبات الحذف، عكس مثلا عليكم السلام، عكس التحريك السكون إلى غير ذلك. وضد الصلاحي بمعنى ما صلح عليه الناظم، زي إيش؟ وأخيت بين النون والياء، هو آخى بين النون عمل عكس الياء، تمام؟ هل كل واحد أو أول ما أنا أسمع النون لابد أن يكون عكس الياء؟ مش بالضرورة، أنا ممكن أعمل نظم قلت أخلي بدل النون أو عكس النون الجيم أو عكس النون الدال أو أي حرف بدي. أيضا تحدثنا أنه الأضداد برضو تنقسم إلى قسمين يعني بشكل أخرى، إما ضد مطرد منعكس بمعنى الشيء وعكسه، وأيضا هذا العكس يكون عكس الأمر الأول، وإما مطرد غير منعكس، مطرد غير منعكس، واليوم إن شاء الله رح نتحدث عنهم أكثرها. وتحدثنا عن الأضداد الأولى في البيت 58، قلنا كمد وإثبات وفتح ومضغم وهمز ونقل واختلاس تحصل، تحدثنا عنهم كلهم. من يذكرنا عكس المد؟ القصر. وعكس الإثبات؟ وعكس الفتح؟ قلنا هنا ننتبه أن الفتح هنا المقصود فيه ليس الفتح للفتحة، وإنما الفتح اللي هو عكس الإمالة. والمضغم الإظهار، والهمز ترك الهمز، والنقل إثبات، لا إثبات الهمزة تحقيق، نعم أنا سمعت كلمة أخرى، سمعتها كلمة أخرى معلش، والاختلاس، لا الاختلاس قلنا هو الإخفاء، تحقيق الحركة، إحنا أحيانا يعبر عن الاختلاس بالإخفاء. طيب محاضرة اليوم قال لي وجزم وتذكير وغيب وخفة
وجمع وتنوين وتحريك أعمل تمام. أول شيء من الأضداد قال لي الجزم، قال لي الجزم. الجزم راح نأخذ الجزم. الجزم ضد الرفع، ذكرين العلامة هذه إيش قلنا عنها؟ إذن غير مضطرد. هل كل جزم عكسه رفع؟ نعم مضطرد. وين ما يأتي جزم في الشاطبية العكس تمامها هو إيش؟ الرفع. لكن هل كل رفع عكسه جزم؟ لا، إذن غير منعكس. إذن الجزم مضطرد لكن غير منعكس، مضطرد غير منعكس، مضطرد فقط. عندنا مثلا مثالنا وحرف يرث بالجزم حلو رضا، وحرف يرث بالجزم حلو رضا. قال لي الحرفين تاعت يرث الموضعين يرثني ويرث الموضعين هذول، قال لي بالجزم مجزومة لمن؟ للحاء والراء، لحلو ورضا. الحاء لمين؟ أبو عمر والراء الكساء. إذن هذول يقرأوها بإيش؟ بالجزم يرثني ويرث. طب باقي القراء بالرفع يرثني. مثال آخر مثلا ويا ونكفر، ويا ونكفر عن كرام وجزمه أتى شافيا والغير بالرفع وكلا. يعني ويا نكفر، نكفر نفسها عن كرام، يعني قرأت بالياء عن كرام للعين والكاف. من العين نصع لا مش عاصف حفص، والكاف ابن عامر تمام. وجزمه بمعنى أنه قرأت كمان بالجزم لمين؟ لاحظوا كيف التفصيل تاعها، الذي قرأ بالياء هما العين والكاف، خلص الآن انتقل لشيء جديد. قال لي وجزمه أتى شافيا، إذن الهمزة والشين حمزة والأخوان إيش قرأوا؟ بالإيش؟ بالجزم. إذن الباقيين إيش قرأوا؟ بالرفع. هنا أكد لي قال لي والغير بالرفع من باب التأكيد. إذن لاحظوا إيش نعمل؟ طلعوا كيف؟ إذن يكفر بالياء لمين؟ حفص ومين؟ وابن عامر. طيب بالنون نافع ابن كثير. لا 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 لسه احنا بالياء بالياء بالياء، احنا بنحكي عن بالياء او النون، هذا من باب التفصيل. طبعا الامور اللي قدام راح ناخذها، احنا معنيين الان بالجزم بس من باب انكم تفهموا البيت. بالنون نافع وابن كثير والبصري زائد شعبة زائد حمزة والكسائي، هذو كلهم قرأوها بيش؟ لا بالنون. قال لي ويان ونكفر، نكفر بالنون بالياء عن كرام، اللي قرأها بالياء العين والكاف وسكت، هذا بباب الأضداد راح ناخذها الآن. اللي سكت عنهم مين هم؟ هذول. إذن إيش قرأوها؟ بالنون. ثم جاء ليش جديد؟ قال لي وجزمه أتى شافيا، الجزم النافع والحمزة زائد الكسائي. خليكم معي بالله بلاش صوت جانبي. قال لي وجزمه أتى شافيا، هاي الشاهد اللي أنا بدي إياه، أتى شافيا. طب اللي بالرفع الباقون كلهم مين هم؟ ابن كثير النافع ما يكررنا، ابن كثير زائد البصري زائد ابن عامر زائد عاصم تمام. طيب لو مثلا اجينا قلنا بالله يا ريت تسألينا ايش سؤالك؟ ايش سؤالك؟ حاضر. قلنا ويا ونكفر، نكفر قرأت بالياء لمن؟ قال لي عن كرام.
عن كرام، الذي قرأ بالياء هم عن كرام، العين والكاف وخلص. عن جزئية معينة لسه ما حكى ليش، انا مش عارف. انا لما اقرا عن كرام هيك مش عارف انا ايش، هل مجزوم ولا مش مجزومه. هو بيقول لي لحتى الان الذي يقرا يكفر بالياء عن كرام خلص. الان انتقل و الواو انتقل لشيء جديد. قال لي وجزمه، جزم ايش الكلمه اللفظ الاخير اللي حكاه؟ وجزمه اتى شافيا، اتى شافيا بالجزم، اتى شافيا. طيب اللي سكت عنهم ضد الجزم الرفع هيو. الآن فزاحم بالذكاء لتفضله. بدي أجيب، أجيت أنا بدي أشوف لا مثلا البصري، البصري هل بيقرأها بالنون ولا بالياء؟ بالنون. طب هل بيقرأها بالرفع ولا بالجزم؟ بالرفع. هاي إذن إيش بقرأها؟ نكفره. شفتوا كيف؟ طيب جيبوا لنا مثال مع أي واحد، مين بدكم منه من هذول؟ ابن كثير. حاضر، ابن كثير بالنون ولا بالياء؟ بالنون. هل بقرأ بالجزم ولا بالرفع؟ بالرفع زي البصري. طب ابن عامر مثلا بالياء، طب هل بقرأ بالجزم ولا بالرفع؟ بالرفع. إذن يكفروا. شفتوا كيف؟ احنا معنيين انه الان تحدث عن الجزم، اللي ضد الجزم ايش؟ الرفع. من هم اصحاب الجزم؟ قال لي اتى شافيا، واللي سكت عنهم بالرفع. اذا انا شاهد من الكلام انا معني في ايش؟ الجزم وضده ايش؟ الرفع. من يقرا بالجزم هم هدول. يعني انا قادر ما اجيب لكم شويه ونكفر، اقول لك وجزمه اتى شافيا، واقول لكم هو بيحكي كان عن نكفر. الذي قرا يعني الكلمه هذه بالرفع بالجزم هم هدول، والذي قراها بالرفع هم هدول. واسكت ما تقولش لا نون ولا ياء، بس من باب التوضيح عشان توصلك الصوره اكثر. وضحت النقطه؟ طيب إذا انتهينا من الجزم، قلنا الجزم أصل مضطرد لكنه غير منعكس. طيب وتذكير عكس التذكير، إذا عقلي ولا اصطلاحي؟ عقلي أكيد عكس التذكير التأنيث، لكن الجزم قبل شوي هو الصلاح عليها الصلاحي. طيب التذكير عكس التأنيث، طبعا مضطرد منعكس. وذكر تسقى عاصم وابن عامر، وذكر تسقى عاصم وابن عامر، يعني الذي قرأ تسقى بالتذكير. في عنا يسقى وتسقى، الذي قرأ تسقى يعني يسقى، قرأها يسقى بالتذكير عاصم وابن عامر وسكت. مين اللي ضايل؟ باقي القراء كلهم ايش قرأوها؟ بالتأنيث تسقى، وعاصم قرأها يسقى. تمام؟ نعم؟ يعني مش شرط انه الحين البيت انا كل شيء مضطرد منعكس، اغلبه مضطرد منعكس، احنا عندنا بس ثلاث الفاظ مضطرده غير منعكسه. لا لا راح اديكم اياها يعني الان، راح اديكم اياها يعني ما تستعجلوش. فعندنا فقط ثلاث الفاظ مضطرده غير منعكسه، بس ثلاثه منهم كلهم، راح نديكم اياها يعني الان ونريحكم منها، باقي كلياتهم مضطرد منعكس. تمام؟ طب هل ضروري نجيب لي يقول لي وفلان 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 ضايل اخي واحد خمسه، هل بضروري نجيب لي ان كل هيتهم؟ لا خل. وذكر فناداه واضجعه شاهدا، كلمه فناداه ذكرها، فناداه كلمه فنادته عندنا احنا، فنادته عند شاهد. مين هم الشاهد؟ الاخوان حمزه والكسائي. ايش قرأوها؟ فناداه بالتذكير والاضجع بالإمالة. إذن الباقي كله إيش قرأوها؟ بالتأنيث وبالفتح. لحالكم صرتوا تجاوبوا لحالكم ما شاء الله. هو يميل هذه الألف، الباقيين إيش بقرأوها؟ فنادته. قال لي وذكر للشين هذه الكلمة، إذن تقرأ فناداه، لكن هل أقرأ فناداه بس؟ لا، في عندي إشي آخر. قال لي إيش؟ الإضجاع بمعنى الإمالة، يعني لهم التذكير والإمالة. طب الباقيين بالعكس، لهم التأنيث وعدم الإمالة، الفتح يعني. وأنث، وأنث يكن عن دارم. إيش قرأت؟ تكن. لمين؟ عن دارم. لا العين كمل،
العين حفص والدال دار من ابن كثير. قال لي وأنث تقرأ إيش؟ تكن لمين؟ لعن دارمن. طب والباقيين كلهم يكن بالتذكير. إذا مؤنث يكن عن دارمن. ويقبل الأولى أنث دون حاجز. يقبل الأولى الموضع الأول تاع البقرة أنث الذي أنثها تقبل مين؟ دون حاجز. ابن كثير وأبو عمرو البصري ما شاء الله عنكم. تمام. إذا وجزم وتذكير. إيش في سؤال هنا في الآخر سؤال؟ وجزم وتذكير وغيب. إيش عكس الغيب؟ الخطاب. عقلي ولا صلاحي؟ عقل. مضطرد منعكس. مضطرد منعكس. قال لي ولا يعبدون الغيب. الغيب شايع دخللا. ولا يعبدون الغيب يعني يعبدون وتعبدون. تعبدون الغيب ولا خطاب؟ لا تعبدون. ويعبدون الغيب. اذا تعبدون الخطاب. يعبدون الغيب. قال لي ولا يعبدون الغيب شايع. الشين والدال. الشين والدال. الشين الاخوان حمزه والكسائي والدال ابن كثير. تمام. وبالغيب عما تعملون هنا دنا. وغيبك في الثاني إلى صفوه دلا. قال لي وبالغيب عما تعملون هنا في الموضع اللي أنا بذكر لك فيه قاعد. قال لي هنا دنا بالغيب هنا في هذا الموضع لمين؟ للدال. قال لي وغيبك في الثاني الموضع الثاني وغيبك في الثاني إلى صفوه دلا. إذن الدال اشترك في الموضع الأول والثاني ولا لا؟ اشترك. مين زاد معاه في الموضوع الثاني؟ الهمزة والصاد. نافع وشعبة. بس أنا برضو مش فاهم كيف عرفتوا أنها تعملون هنا يعني البقرة. ما هو كويس. سؤال جميل جدا. هو محمد إيش عامل؟ هو ماشي بترتيب المصحف. وراح نلاحظ إن صورة البقرة أطول صورة. مش أطول صورة لأنها هي أطول صورة. لا. لأنه هو بيذكر الكلمات. بيذكر مثلا كلمة فرشية بيقول لك في هذا الموضع وموضع صورة كذا وموضع صورة كذا. هيك منهجيته. لما نيجي عند صورة الثانية لا يذكرها خلص اكتفى فيها. عشان هيك اللي بنفعش الواحد يقول لك والله أنا بدي أخذ من نص الشاطبية وأكتفي. ليش؟ لأنه هو بيكون ذاكر أمور في أول الشاطبية. طب وين رحنا؟ راحت علينا. إذن لابد أن أنا أبدأ بيش من الأول. فهو بيجي مثلا بيقول لك في أول سورة البقرة هذا الموضع والموضع الثاني مثلا من سورة البقرة أو الموضع سورة كذا وكذا وكذا واكتفى. فهنا هو في أول البقرة قال لي ماشي بالترتيب وصل لعند كلمة تعملون. قال لك هنا في ترتيبي أنا في الشاطبية بتحدث الآن أنا مشيت جبت لك الكلمات اللي قبلها وماشي ماشي ماشي في المصحف وصلت عند كلمة تعملون. فبقول لك هذه الموضع أو هذا الموضع اللي بمعنى هنا. وضح؟ هو ماشي هو بدالك على طول من أول كلمة أو يعني من أول كلمة خلافية في سورة البقرة وماشي. مش معقول يجيب لك مثلا تاع سورة آية الكرسي مثلا ويجيب لك إياه في الأول. لا هو ماشي ماشي لما نوصل لآية الكرسي راح يجيب لك آية الكرسي. خلاص يعني هي الموضوع الأول لو إنها مثلا يعني لو تعملون ينور عليك. اذا وبالغيب عما تعملون هنا هذا الموضع لمين؟ للدال. وغيبك في الثاني بالغيب في الثاني الموضع الثاني الى صفوه دلا. يعني بتاعت اي 85 بالغيب لمين؟ الى صفوه دلا. هاي 74 وهذه 85. قال لي بالغيب عما تعملون الأولى لمين؟ للدال لابن كثير اللي هو بالغيب. وتعملون الثانية قال لي نافع وزائد شعبة زائد ابن كثير. شعبة ملهوش في الأول. اللي إله بالتذكير عفوا بالغيب في الأول هو ابن كثير فقط. وأيضا إله في الثاني ابن كثير قلوا في الأول وفي الثاني. لكن اللي شاركوا في الموضع الثاني مين هم؟ نافع وشعبة. وضحت هيك؟ أنا جبت صورة شعبة. أنا قلت هنا دنا قلت لكم الموضوع الأول للدال ابن كثير والموضع الثاني مين؟
نافع وابن كثير وحفص وشعبة. نافع وابن كثير وشعبة. أعيدها ولا؟ وجماعة ما تقلقوش هذه الأمور كلها هي إحنا. أنا قلت لكم المرة اللي فاتت قادر أقول لكم الغيب عكس الخطاب والخطاب عكس الغيب مضطرد من العكس. بس أنا مش حابب إن نعد عن هذه الأمور هيك. أنا حابب تفهموها بشكل الواضح عشانك أنا بجيب لكم أمثلة. هذه الأمور لما نوصلها راح نشرحها وزي ما قلت لكم راح تكون الأمور عندكم سهلة لحالكم راح تشرحوها. وفيش داعي أنكم تكتبوها يعني فيش داعي أنكم تكتبوا كل الأمور هذه لحتى الآن. الإيش المهم بقول لكم اكتبوا. أنا معنى أنك تعرف إنه الغيب مع الخطاب مضطرد منعكس.